هذا أن لا يسمح بهذا في البلد المسلم، فيما بينهم لهم الحرية التامة. أما يتجرؤون على الله بين المسلمين بهذه الدعوة، الإسلام يغلق هذا الباب أمامهم. كذلك دكتور، يعني ربما النقطة النهائية التي نريد أن نختم بها هذه الحلقة، ألا وهو قضية قيمة المرأة في الإسلام، وهذه يعني ربما يحتاج لها إلى حلقة كاملة وربما حلقات حتى في الحديث حول هذا الموضوع، إلا أننا نريد أن نعرج عليه ولو بشيء من السرعة، لأن البعض ينتقص الإسلام في هذه النقطة بأنه لم يعطي المرأة حقها في قضية الانتخاب، حقها في الأمور السياسية، حقها في البيت. ويفهم الكثير من الناس بعض الأحاديث وبعض الآيات القرآنية ربما فهما خاطئا وينتقص المرأة في هذا المعنى. البعض كذلك يأتي بأحاديث ربما ليست بأحاديث، شاوروهم ومانعوهم أو شاوروهم وخالفوهم. والبعض كذلك يفهم أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فبالتالي يعني يفهم فهما خاطئا. إذن المرأة في الإسلام وقيمة المرأة في الإسلام. أخي، كلما يرد كلمة يا أيها الذين آمنوا تشمل الرجال والنساء إلا إذا صار استثناء، هذا موضوع ثاني. إضافة إلى هذا أن المرأة